وبمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم شكلت الركيزة الأساسية لتقدم المرأة البحرينية وما تحقق من منجزات حضارية ومكتسبات تنموية وقصة نجاح مستدامة مشرفة. وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها التنموية في كافة المبادرات والبرامج وتعزيز الدور الريادي للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره شريكا استراتيجيا لكافة الخطط والبرامج التنموية والمجتمعية، مثمنا الدور البارز والجهود الكريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في تحقيق الغايات والأهداف الوطنية المنشودة لتقدم المرأة البحرينية والعمل المتواصل للارتقاء بمنظومة تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في كافة القطاعات ومواقع العمل الوطني والمجتمعي.